السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله غنقدموا واحد الحلقه ديال طريقه جديده لجعل ذكر الارانب حامي وفحل وكذلك الزياده في الخصوبه ديالو. اذا الحلقه ديال النهار هي بمثابه هديه في الحقيقه، ديما كنحاول انني نقدم لكم هدايا في القناه ديالي، يعني شي موضوع يكون بالصح يعني مهم ومهم بزاف. هذا موضوع مهم بزاف، يعني نهديه لجميع الأصدقاء ديالي في القناة والأوفياء اللي كيدعموني، وما تنساوش أيضا تدعموني بزر جيم، والناس اللي ما شاركوش معايا يشاركوا معايا. إذا الموضوع ديالنا وهو أن كل مربي يعني أرانب كيبغي أنه يحسن الدخل دياله. يعني كيفاش يحسن الدخل دياله؟ يعني هي الزيادة في الإنتاج. والزياده في الانتاج كيحتاج واحد الذكر خصو يقوم بالتلقيح كما ينبغي، لكن خص الذكر يكون يعني انا كنسميه يكون مجنون، يعني يكون يلقح بواحد الطريقه مجنونه، يعني خصو ما يكونش خامل. يعني انا قدامي هاد الذكرين، انا هاد الذكر هذا كنعتبره يعني من صغره وانا حاس به، هو باقي ما وصلش للسن ديال التلقيح، ولكن كنقارنه مع هذا الذكر تبارك الله كنحس به يعني حيوي وممكن انه يعطيني نتائج مزيانه. لكن كاينه واحد الطريقه باش نجعلوا حتى هذا الذكر هذا يعني حتى هو نشيط، وممكن انه يولي مع المده يولي فحل. يعني الفحوله وهي ان الذكر يكون يعني كيلقح بواحد الطريقه تكون مجنونه. وهذه الطريقه اللي غادي نقدم لكم هي كتزيد من هرمون الذكوره اللي السميه ديالو هرمون التستوستيرون، وكتفرز هذه الطريقه هذا الهرمون بكميات كبيره جدا، مما يجعل السائل المنوي عند الذكر وفير، يعني كيولي عنده ممكن انه يلقح مره وجوج وثلاثه. بالتالي سمو كيوقع الانتاج كيزيد، لان كما ان خاصها تكون عندنا الانثى يعني عندها الخصوبه ديالها عاليه وكتقبل التلقيح، خاص يكون عندنا ايضا ذكر يعني عنده السائل المنوي ديالو يعني موجود بغزاره، وممكن انه يعطينا واحد العدد ديال الصغار، لانه هو اللي كيتحكم في العدد ديال الصغار. يعني خاص السائل المنوي ديالو ما يكونش قليل ويكون حامي، يعني خاص يكون هو فحل، حنا كنقولوا ذكر فحل. اذا بلا ما نطول عليكم، هاد الطريقه هي عباره عن نبته اللي هي كيسميوها الكرافس. الكرافس بمجرد ان نهضر لكم على الكرافس، شحال من واحد غادي يجاوبني في لي كومونتير غادي يقول لي بلي حق الكرافس راه حنا كنستعملوها في الحريره ولكن راه كتنفخ. هي فعلا الكرافس كتنفخ، ولكن راه كاينه شحال من حاجه يعني اللي ممكن انك الا استعملتيها ب ب ب ب يعني بكميات كبيره ممكن انها تاذيك. اللعبه فين كاينه؟ يعني ل ل ل ل يعني السر فين كاين وهو في الكميه وكذلك الطريقه. يعني انا غنوريكم الطريقه. اولا نهضروا بعدا على الكرافس، راه ماشي حنايا بوحدنا اللي كنستعملوه. يعني الكرافس كاين عند العرب كلهم، يعني كاع العالم العربي راه عندهم الكرافس، وكلهم انا بحثت وحاولت انني نقلب لكم على اسماء اخرى، لقيت الكرفس، كاين الكرفس، كاين الكرافس. يعني كاع نقولوا المصريين، السوريين، التوانسه، خوتنا الجزائريين، كل شيء كيقولوا له الكرافس. حنايا كنستعملوا الحريره، كاين الكرافس ما كيتستعملش غير الحريره، كاين عنده استعمالات اخرى. دابا نهضروا على الطريقه وهي كالتالي. خاص نحطوا يعني الارنب اولا ربع حزمه، شي الحزمه اللي كيبيعوها، يعني حنا كنقولوا قبطه ديال 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 الكرافس، ما تكثروش، عطيه غير ربع قبطه. يعني منين تبغيه انه يقوم بالعمليه ديال التزاوج وتحسوا به، جربته وحسيتوا به يعني ناقص، يعني النهار ما يعني واخا الانثى طالبه تلقيح هو يعني راكد في واحد الجهه وما بغاش يلقح، عطيوه ربع
حزمه ديال الكرافس، ولكن قبل ما تعطيوها له، وهذه هي السر، انها خاصها تبات في الخل. ديروا واحد شويه ديال الخل وغطسوها فيه، ممكن انكم ديروه مع الماء، ماشي من لا ما غديروه بزاف ديال الخل وتضيعوا، لا دير واحد الكميه ديال الخل وحز وغطسوه وديروه مع الماء وغطسوا هذاك الربع. ممكن انكم يعني تشدوا الحزمه وتقسموها على جوج وتنقصوا منها واحد شويه وتعطيوها وتغطسوها في الماء مع الخل ليله كامله وتعطيوها له الغد ليه، بشرط انه ما تكونش سارده، خليوها تنشف مزيان، يعني نشفوها بشي فوطه ويعني سوسوها هكا تتولي ناشفه، واعطيوها الذكر ديالكم بمجرد ان شاء الله، بمجرد ان غادي ياكلها غادي يولي فحل وغادي يولي حامي. وهاد الطريقه هذه يعني ديال الكرافس كونوا متاكدين راها كتستعمل حتى عند الانسان، لان الانسان حتى هو كيكون خطرات كيكون يعني ل ل ل ل ل ل يعني الخصوبه ديالو كتبدا تقل، يعني الكرافس كيساعد، هو محفز جنسي خطير يعني بالنسبه للانسان كذلك. اذا هذه الطريقه هذه ممكن ان الذكر ديال الارانب يلقح بعدا مره ومرتين وحتى ثلاثه نفس الانثى، وممكن انكم تعطيوه انثى اخرى ويلقحها كذلك وثلاثه الاناث. يعني انا جربت تبارك الله عندي الذكر كان كيلقح يعني انثى جوج مرات مثلا، ونعطيه انثى وحده اخرى كيلقحها كذلك مره وكتحس به صافي بدا كيعيا، كتعطيه واحد الاستراحه وينوض عاوتاني كيلقح مره اخرى، ولكن تعطيه الثالثه وانثى وحده اخرى صافي كيقول لك انايا راني عييت صافي، واخا تعطيها له تكون هي قابله للقيح ما كيكملش معها. بهذه الطريقه هذه غير حاولوا انكم ما تعطيوش بزاف الكرافس يعني بكميات كبيره، تتبغيو تخدموا يعني هذه الطريقه تتبغيو تخدموا فيها عمليه التزاوج عاد ديروها. كاينه قضيه اخرى ما تعطيوهاش للصغار، الصغار راه كتنفخهم كيوليو عندهم انتفاخات، وكذلك ما تعطيوهاش للاناث حتى هي كتنفخهم. اما بالنسبه للذكور الا عطيتيهم يعني ربع حتى النصف ديال 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 حزمه او قبطه ديال الكرافس منقوعه في الخل مع الخل، يعني ديروها لهم مع الخل وتنشفوها مزيان يعني ليله كامله وتنشفوها مزيان وتعطيوها لهم السارده، كونوا متاكدين راه كتعطي واحد النتائج يعني مرضيه. انا ديما كنحاول نجيب لكم شي نوع ديال الادويه ولكن يكون رخيص، ما كنقلبش على شي حاجه يعني ما كايناش في الاسواق اولا، ولا مثلا غير سمعت بها من شي جهه، ولا لا كنحاول انني نسمع من شي جهه، ولكن هذاك عباره عن بحث، ولكن حتى كنجرب عندي وكنشوف النتائج قدام عيني وكنحاول انني نبلورها لكم في واحد الفيديوهات. اذا الحلقه ديال النار سالات، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، سواء مغاربه سواء العالم العربي كامل، راه ولات قناه مشهوره ان شاء الله، كل شيء ولا كيتحدث على ديدو سامدي. كنشكركم بزاف، وانا راه الاشاره باش نجاوب لكم على التعاليق ديالكم. لاحظوا انني كنجاوب يوميا، وحتى الفيديوهات كندير يوميا باش ان شاء الله تكون قناه ناجحه وتزيد بالدعم ديالكم. ما تنساوناش بالدعم ديالكم، زر جام، ما تنساوش زر جام. كنشكركم بزاف، تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.